ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 61، القضايا الحملية، categorical propositions. المنطق الأرسطي، أرسطاطل لوجيك. قوام المنطق هو الحجج، وقوام الحجج هو القضايا. في الحلقات السابقة ناقشنا بقدر من التفصيل أساليب اللغة المستخدمة عند صياغة القضايا، لكن اللغة أحد أدوات صناعة الحجة. الأداة الأخرى هي التركيب أو العلاقة بين قضايا الحجة. الحجج الاستنتاجية deductive arguments هي الجدليات التي تدعي أن قضايا المقدمة تبرهن بما لا يدع مجال للشك على النتيجة، أي أن البرهان مطلق حول حقيقة نتيجة الحجة إن صح ادعاء المقدمة، أي إن كانت قضايا المقدمة حقيقية. إذن لابد من حقيقة النتيجة، وفي تلك الحالة يطلق على الحجة الاستنتاجية صالحة valid. الحجة الاستنتاجية قد تكون في حالة واحدة ممكنة فقط من حالتين، إما صالحة أو غير صالحة. وبالتالي الحجة الاستنتاجية الصالحة لابد أن تبرهن مقدمتها على نتيجتها. ارجع لحلقة أسس علم المنطق. الاستنتاج deduction يسعى لتفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجج الاستنتاجية من خلال وضع طرق وآليات لتقييم صلاحية الحجة. الفلاسفة وعلماء المنطق وضعوا نظريتين أساسيتين للاستنتاج داخل علم المنطق. الأولى هي منظومة المنطق الكلاسيكي classical logic، أو قد يطلق عليها البعض المنطق الأرسطي aristotelian logic، نسبة لمؤسس المنظومة الفيلسوف الإغريقي أرسطو أرسطاطو. والثانية هي منظومة المنطق الحديث modern logic، أو المنطق الرمزي symbolic logic، التي تطورت خلال القرن 19 والـ20. في الحقيقة أرسطو أرسطاطل كان أحد القمم العقلية الشاهقة العالم القديم. بعد دراسته في أكاديمية أفلاطون بليتو أصبح معلم الإسكندر الأكبر. بعدها قام بتأسيس مدرسته الخاصة الليسيوم، التي من خلالها شارك أرسطو تقريبا في كافة المجالات العقلية والبحثية المعرفية وقتها، وساهم تقريبا في كافة مناحي المعرفة البشرية. ومساهمته الكبرى حول العقلانية البشرية وجدت بعد موته وعرفت بالأورجانون، أي الآلة، آلة المعرفة الإنسانية. لكن مصطلح المنطق logic لم يجد طريقه إلى اللغات البشرية حتى القرن الثاني قبل الميلاد، لكن معناه والقضية التي ناقشناها عرفت قبل اسمه بقرون عديدة على إيد أرسطو بالأورجانون. والمنطق الأرسطي كان وما زال القاعدة المتينة لعملية التفكير والتحليل العقلاني منذ آلاف السنين. خلال تلك السنين تم إعادة صياغة الكثير من مبادئه وتعريف العديد من قواعده وتحسين وتطوير أدواته، لكن بقت هذه المنظومة الكلاسيكية للعقلانية قوة هائلة ناعمة لمن امتلكها. الأورجانون شمل 6 كتب رئيسية. 1، كتاب المقولات The Categories، وهو الكتاب اللي
الذي عالج فيه أرسطو التصورات الأساسية. 2. كتاب التأويل On Interpretation، واهتم فيه أرسطو بتحليل القضايا والأحكام. 3. كتاب التحليلات الأولى The First Analytics، وهو الموضوع الأول في الأورغانون الذي عرض فيه أرسطو نظرية القياس. 4. كتاب التحليلات الثانية The Second Analytics، المكون من جزئين وعالج فيه أرسطو بقدر كبير من التفصيل نظرية البرهان. 5. كتاب الجدل أو الطبيقة Topics، المتكون من 8 أجزاء رئيسية لخص فيها أرسطو كل ما يتعلق بالجدل، البرهان الاحتمالي ونظرية الاحتمال. 6. وأخيرا كتاب دحض المغالطات أو السوفسطائيات On Sophistical Refutations، وعالج فيه بتفصيل كبير تصنيفه للمغالطات المنطقية وطرق دحضها، والذي تعرضنا له بقدر من التفصيل في الحلقتين السابقتين. وفي الواقع أرسطو في تصنيفه للعلوم وضع المنطق خارج هذا التصنيف، الأمر الذي كان وما زال موضع حيرة وبحث الدارسين. قد يكون هذا لأن أرسطو أراد تمييز المنطق عن بقية العلوم من حيث اتصالها المباشر بالواقع، في حين أن المنطق يتمثل في تحقيق غاية منهجية كلية لا تتصل بشكل مباشر بالواقع الخارجي كما هو الحال في غاية العلوم الطبيعية. وقد يكون لأن قضايا العلم عند أرسطو كما كانت وما زالت عند العلماء غير قبل للبرهان القطعي دائما، في حين أن المنطق ليس كذلك. أيا كان السبب وراء عدم تصنيف أرسطو للمنطق داخل تصنيفه للعلوم الطبيعية، الأمر المتخصص والخارج عن إطار بحثنا الحالي، أرسطو فطن لأن المنطق ضروري لكافة العلوم الطبيعية، أو هو نسق القواعد التي من خلالها يمكن الاستنباط، وبالتالي تمكن العلم كآلة استنباطية الواقع الخارجي. من هنا المنطق عند أرسطو ليس علما كسائر العلوم، وإنما هو علم كل العلوم، وبالتالي لا يمكن تصنيفه أو إدراجه داخل تصنيف العلوم لأنها قائمة عليه، وضعية محدودة بالزمان والمكان. أما المنطق كلي غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان. الفئات والقضايا الحملية Classes and Categorical Propositions. المنطق الكلاسيكي يتعامل في الأساس مع الحجج حول فئات من الأشياء وعلاقتها ببعضها البعض. الفئة Class هي مجموعة من الكائنات أو الأشياء التي تشترك في خواص معينة. ارجع لحلقة المعنى والمنطق. أي كائن يمتلك كفاءة منطقية عقلية يستطيع أن يصنف العلاقات بين الفئات بديهياً في 3 صور. 1. كل أعضاء فئة ما جزء من فئة أخرى، مثلاً كل الرجال بشر، أي أن كل أعضاء فئة الرجال بالكامل جزء من فئة أخرى وهي فئة البشر. 2. بعض لكن ليس كل أعضاء فئة معينة قد تكون جزء من فئة أخرى، مثلاً بعض المهندسين من الرجال، أي أن بعض أعضاء فئة المهندسين قد يكونوا جزء من فئة أخرى وهي فئة الرجال، لأن هناك مهندسين من النساء مثلا. 3. فئتين لا توجد بينهما أي أعضاء مشتركة على الإطلاق، مثلا فئة كل النساء تستبعد excluded من فئة الرجال، أي أن لا يمكن أن يوجد عضو من فئة النساء ينتمي أيضا لفئة الرجال. العقل المنطقي قادر على تطبيق تلك العلاقات على أي مجموعة من الفئات أو التصنيفات. في الحجج الاستنتاجية نقدم قضايا حول العلاقات بين فئة وأخرى. علماء المنطق يطلقوا على هذا النوع من القضايا القضايا الحملية Categorical Propositions، والبعض قد يطلق عليها المطلقة لأن برهان حقيقتها مطلق لا مجال للشك فيه، وأحياناً البعض الآخر يطلق عليها التصنيفية لأن الحقيقة فيها قائمة على العلاقات بين التصنيفات أو الفئات. وأخيراً بعض المناطق يطلق عليها القضية ذات صورة الموضوع المحمول Subject Predicate Proposition كما سنرى بعد قليل. لكن جرت العادة في الكتابات العربية على الإشارة لهذا النوع بالقضايا الحملية نسبة إلى معامل الحمل أو الإسناد. في علم المنطق الكلاسيكي أو الأرسطي
القضايا الحملية أحد العناصر الأساسية لبناء الحجج الاستنتاجية. تأمل هذه الحجة: 1. لا يوجد شخص من أصل عربي بوذي. 2. كل المصريين من أصل عربي. 3. إذن لا يوجد مصريين بوذيين. هذه الحجة تحتوي على 3 قضايا حملية، من الممكن أن نشكك أو ننفي حقيقة أي منهم، لكن العلاقات بين الفئات كما تم التعبير عنها في تلك القضايا تؤدي إلى حجة صالحة valid، أي إن صحت حقيقة المقدمات لابد من حقيقة النتيجة بما لا يدع مجال للشك. كل قضية من قضايا الحجة منفردة هي قضية حملية، أي إن كل قضية إما تؤكد أو تنفي علاقة ما بين فئة سين وفئة أخرى صاد، سواء بشكل كلي أو جزئي. في هذا المثال العلاقات كانت بين فئات العرب، البوذيين والمصريين، وبالتالي كي نستطيع الوصول إلى منظومة للمنطق الاستنتاجي لابد من تحديد أنواع القضايا الحملية أو التصنيفية. أنواع القضايا الحملية: The kinds of categorical propositions. هناك 4 أنواع لصور نموذجية من القضايا الحملية، Standard Form Categorical Proposition. النوع الأول: القضايا الكلية الموجبة أو التأكيدية العامة، Universal Affirmative Propositions. وفيها نؤكد حقيقة إن كل أعضاء فئة أو تصنيف ما محتواه أو جزء من فئة أو تصنيف آخر، مثلا كل السياسيين كاذبين، أو كل رجال الدين فضلاء، أو كل الأطباء رحماء إلى آخره، أي إن كل عضو في فئة أو تصنيف السياسيين هو أيضا عضو في فئة أو تصنيف الكاذبين، أي إن كل سياسي كاذب. وبالتالي الإيجاب أو التأكيد في تلك القضية شامل لكل أعضاء الفئة، أي إنه تأكيد كلي عام. من الممكن صياغة هذا النوع رمزيا كالآتي: كل سين هو صاد، حيث سين وصاد يمثل اصطلاحي الموضوع subject والمحمول أو الإسناد predicate. التأكيد المطروح في هذا النوع يصنع علاقة تضمين أو شمول inclusion ما بين فئتين، ويقال إن هذه العلاقة كاملة عامة أو كلية، أي إن كل ما في سين متضمن في صاد. علماء المنطق يطلقون على هذا النوع من القضايا قضايا A، ونرمز لها في اللغة العربية بقضايا كاف ميم. القضايا الحملية عادة ما يتم تمثيلها من خلال المخططات كي يسهل دراستها وفهمها. أهم تلك الصور هي استخدام دوائر متقطعة لتمثيل الفئات وعلاقتها ببعضها البعض، يطلق عليها مخططات فين دايجرامز، نسبة إلى مخترعها عالم الرياضيات والمنطق الإنجليزي جون فين. هذه المخططات تساعد جدا فهم القضايا الحملية والتحقق من صحتها من صلاحيتها، وهي شائعة جدا في الرياضيات وعلوم الحوسبة. على أي حال سنرسم دائرتين متقاطعتين، الأولى هي دائرة الموضوع subject ونرمز لها بسين، والدائرة الأخرى هي دائرة المحمول أو الإسناد predicate ونرمز لها بصاد. في مخطط A أو كاف ميم أو القضايا الكلية الموجبة نريد إثبات إن كل سين هو صاد، وبالتالي نظهر الجزء من دائرة سين الخارج على دائرة صاد مخطط أو مظلل، أي إن لا توجد به أي عناصر، أي إن لا توجد أي عناصر في الدائرة سين ليست جزء من الدائرة صاد. انظر الشكل المرافق. النوع الثاني القضايا الكلية السالبة أو النفي العام، Universal Negative Propositions. وفيها ننفي حقيقة أن كل أعضاء فئة ما محتواه في فئة أخرى، مثلا لا يوجد سياسي كاذب، أو لا يوجد رجل دين فاضل، أو لا يوجد طبيب رحيم إلى آخره. ادعاء إن لا يوجد رجل دين فاضل يصنع علاقة نفي بين فئة رجال الدين وفئة الفضلاء، هذه العلاقة علاقة نفي،
وهي أيضا علاقة كاملة عامة وكلية، أي تنطبق على كل أعضاء فئة رجال الدين، أي إن أعضاء فئة الموضوع سين يستبعدوا بالكامل من فئة المحمول أو الإسناد صاد. من الممكن التعبير عن هذا النوع رمزيا كالآتي: لا يوجد سين صاد، لا يوجد سين هو صاد، حيث سين وصاد هما اصطلاحي الموضوع والإسناد أو المحمول. هذه القضية تنفي تماما علاقة التضمين أو الانتماء ما بين الاصطلاحين، أي لا يوجد أي عضو في سين ينتمي لصاد. علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا إي، ونرمز لها في اللغة العربية بكاف سين. مخطط فان لقضايا إي يمثل الاستبعاد المتبادل mutual exclusion بين فئتين كالآتي: برسم دائرتين سين وصاد متقاطعتين، والجزء المتقاطع بينهم مخطط أو مظلل كي يعبر عن أنه لا يوجد أي عناصر مشتركة بين الفئتين. منظور الشكل المرافق. النوع الثالث: القضايا الجزئية الموجبة أو التأكيد الجزئي particular affirmative propositions. فيها نؤكد حقيقة أن بعض أعضاء فئة ما محتواه في فئة أخرى، مثلا بعض السياسيين كاذبين، أو بعض رجال الدين فاضلين، أو بعض الأطباء رحماء إلى آخره. أي أن في الدعاء بعض الأطباء رحماء نؤكد أن هناك بعض الأطباء رحماء والبعض الآخر غير رحيم. هذا التأكيد شبيه بقضايا الكلية الموجبة، لكنه غير مطلق أو غير عام أو غير كلي، أي لا ينطبق على كل أعضاء الفئة أو فئة، أي لا ينطبق على كل أعضاء فئة الموضوع، فقط على جزء محدد منها. من الممكن قراءة هذه الجملة على أن فئتي الأطباء والفضلاء لديهم بعض الأعضاء المشتركين، لكن بعض مصطلح غير محدد أو معين. هل نعني به واحد، اثنين، ثلاثة، أو أكثر من هذا؟ ما هو العدد المحدد المرموز له بمصطلح البعض؟ علماء المنطق بعدوا عن هذا الالتباس والغموض اللغوي، وحددوا البعض على أنه على الأقل عنصر واحد. من الممكن صياغة قضايا الجزئية الموجبة رمزيا كالآتي: بعض سين هو صاد، الذي يعني أن على الأقل هناك عضو واحد في فئة الموضوع سين ينتمي أيضا إلى فئة المحمول أو الإسناد صاد، وبالتالي هذا النوع يؤكد العلاقة الضمنية بين فئتين، لكن العلاقة فقط جزئية، أي إن هناك أعضاء محددة مشتركة بين الفئتين. علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا آي، أو في اللغة العربية نرمز لها بقضايا جيم ميم، ويمثل مخطط فين دائرتين سين وصاد متقاطعتين، وتوضع علامة أو نقطة واحدة في الجزء المتقاطع كي تعبر عن تأكيد إن هناك على الأقل عنصر واحد مشترك بين الفئتين. انظر الشكل المرافق. النوع الرابع: القضايا الجزئية السالبة أو النفي الجزئي particular negative propositions. وفيها نؤكد حقيقة أن بعض أعضاء فئة ما ليسوا جزء من فئة أخرى، مثلا بعض السياسيين ليسوا كاذبين، أو بعض رجال الدين ليسوا فضلاء، أو بعض الأطباء ليسوا رحماء إلى آخره. كما في النوع الثالث، هذا النوع لا يدعي حقيقة حول كل أعضاء الفئة، لكن فقط بعضها، أو بالأصح ينفي حقيقة ما عن بعض أعضاء الفئة بشكل جزئي، ولهذا يطلق على هذا النوع جزئي أو محدد، لكن بدل من التأكيد بينفي. من الممكن التعبير عن هذا النوع رمزيا كالآتي: بعض سين ليس صاد. وبنفس الصورة التي عبرنا بها عن مصطلح بعض، يعني هنا على الأقل عضو واحد في فئة الموضوع سين يستبعد من فئة المحمول أو الإسناد صاد. ها
هذا الاستبعاد جزئي وليس كلي. علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا O، أو باللغة العربية نرمز لها بقضايا جيم سين. ومن الممكن التعبير عنها بمخطط فن، فيه دائرتين متقاطعتين سين وصاد، وعلامة أو نقطة داخل الجزء في دائرة سين الغير متقاطع مع صاد، للإشارة لحقيقة أن هناك على الأقل عنصر واحد في سين لا يقع داخل صاد. انظر الشكل المرافق. هذه الصور الأربعة من قضايا التصنيفات A، E، I، O هي وحدات البناء الأساسية للحجج الاستنتاجية. وأعتقد أن الكثير من المستمعين قد يشعروا أن هذه التصنيفات الأربعة بسيطة جدا ومباشرة، وهذا انطباع صحيح. لكن اكتشاف هذه الأنواع الأربعة وتحديدها بشكل منهجي من آلاف السنين كان خطوة أساسية هامة في عملية تطور علم المنطق بصورة منهجية، وكانت أحد مساهمات أرسطو الباقية حتى اللحظة في المعرفة الإنسانية. لكن هذه البساطة الظاهرة قد تكون خادعة. فوق تلك المنظومة البسيطة من الفئات وتصنيف العلاقات بين الفئات، بنى علماء المنطق عبر العصور أنظمة غاية في التعقيد لصياغة وتحليل الحجج الاستنتاجية كما سنرى بعد قليل، الأمر الذي جعل المنظومة أحد أهم إنجازات العقل البشري على الإطلاق. مخططات فان، فان دايجرامز. عالم المنطق الفيلسوف والرياضي الإنجليزي جورج بولي عرف بعمله الأهم، وهو تطوير منظومة جبر بول، بوليان الجبرا، التي ابتكرها وقدمها في كتابه الأول تحليل الرياضيات المنطقية The Mathematical Analysis of Logic عام 1847، وشرحها أكثر ووضع أسسها في كتابه استقراء قوانين التفكير An Investigation of the Laws of Thought عام 1854. الجبر البوليني هو أحد أهم فروع الجبر من حيث أهميته في عالم الحوسبة ومنظومة المعلومات الحديثة، لكنه أيضا أحد أهم طرق الوصول للحقيقة، حيث يعمل من خلال متغيرين اثنين هما الصواب أو الخطأ، ويرمز لهما بالعددين 1 و0، بعكس الجبر الابتدائي الذي قد يكون المتغير فيه أي عدد كان. الفيلسوف وعالم المنطق الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس كان مفتون بفكرة بولي ومنظومته الجبرية، ورأى أن من الممكن استخدامها في تطبيقات الدوائر الكهربائية. وبالفعل بعد 50 سنة المهندس والرياضي الأمريكي كلاود شانون وضع النظرية محل التطبيق، وصمم منظومة بولينية من الممكن استخدامها في مفاتيح توجيه التليفونات. هذا الابتكار أدى لاحقا إلى تطوير أجهزة الكمبيوتر الرقمية الإلكترونية كما نعرفها الآن. قصة بولي وأفكاره الثورية في العلاقة بين الرياضيات والمنطق مثيرة للغاية، وسنعود لتفاصيلها مرة أخرى في سلسلة فلسفة الرياضيات Philosophy of Mathematics. على أي حال، من وجهة نظر بولي، الأربع أنواع من القضايا الحملية يمكن قراءتها كالآتي: 1. كل سين هو صاد، تساوي لا يوجد أي عنصر في سين خارج عن صاد. 2. لا يوجد سين هو صاد، تساوي لا يوجد عنصر من سين داخل صاد. 3. بعض سين هو صاد، تساوي على الأقل يوجد عنصر واحد من منظومة سين داخل صاد. 4. بعض سين ليس صاد، تساوي على الأقل يوجد عنصر واحد من سين لا ينتمي لصاد. بدمج هذا التفسير مع منظومة مخططات فان التي طورها عالم المنطق الإنجليزي جون فان في القرن 19، والتي أصبحت معروفة بمخططات فان، فان دايجرامز، حيث تمثل كل فئة بدائرة، إذن القضايا الحملية في مخطوطات فان يتم تمثيلها بدائرتين، لأن دائما هناك فئتين، والعلاقة بين هذين الدائرتين تمثل نوع القضية الحملية، محل التحليل. كل دائرة يتم وضع رمز داخلها لاسم الفئة التي تشير إليها. مثلا فئة سين تمثل كل المصريين، وفئة صاد تمثل كل العمال. لو رسمنا مخطط فان فيه دائرة سين تقاطع مع دائرة صاد،
في منطقة نرمز لها بأكس مثلا، وكل شيء خارج الدائرتين نرمز له بأو. انظر الشكل المرافق. في تلك الحالة الدائرة سين ما عدا المنطقة أكس تمثل كل المصريين باستثناء العمال، والدائرة صاد ما عدا المنطقة أكس تمثل كل العمال باستثناء المصريين، وتقاطع الدائرة سين وصاد أي المنطقة أكس تمثل كل العمال المصريين، وأخيرا المنطقة المحيطة بالدائرتين أو تمثل أي شيء يقع في تلك المنطقة لا ينتمي لفئة العمال ولا لفئة المصريين. هذه المنظومة البسيطة من مخططات فين من الممكن تطويرها قليلا كي تستخدم بكفاءة في تمثيل منطق القضايا الحملية، بإضافة رمزين آخرين يوضع علامة X داخل منطقة ما، هذا يمثل دائما فكرة الوجود، أي إن يوجد على الأقل عنصر واحد في تلك المنطقة. هذا الرمز إذن يستخدم لتمثيل القضايا الحملية الجزئية O و I، وعند تظليل منطقة ما يشير هذا دائما إلى الفراغ، أي إن لا يوجد أي عنصر في تلك المنطقة، وبالتالي يساعد هذا في تمثيل القضايا الحملية الكلية A و E. تشريح القضايا الحملية Dissecting Categorical Propositions. القضايا الحملية في أي من صورها الأربعة النموذجية لها مكونات أربعة أساسية: واحد الموضوع Subject، وهو ما نحكم عليه بالإيجاب أو السلب في القضية. اثنين المحمول أو الإسناد Predicate، وهو ما نحكم به إيجابا أو سلبا على الموضوع. ثلاثة المعامل Quantifier، إن كان الحكم كلي عام على كل أعضاء الفئة أو جزئي محدد على بعض أعضاء فئة الموضوع يتم تحديده من خلال هذا المعامل. أربعة وأخيرا الرابط كوبلا، وهو المعامل اللغوي المستخدم لربط الحمل والإسناد بالموضوع. مثلا في القضية الحملية الشهيرة كل إنسان فان، كل هي المعامل، وفي هذه الحالة المعامل يشير إلى قضية كلية موجبة، أما الموضوع هو إنسان والمحمول أو المسند هو فان، وأخيرا الرابط غائب في تلك الجملة لأنه غير مطلوب لغويا. علماء المنطق اعتادوا على تقسيم القضايا الحملية إلى قسمين: الأول تقسيم من حيث الكيف quality، والثاني تقسيم من حيث الكم quantity. كل صورة من القضايا الحملية في قالبها القياسي إما تؤكد أو تنفي علاقة فئوية ما. لو أكد الإدعاء علاقة تضمينية ما بين فئتين سواء بصورة كلية أو جزئية، في تلك الحالة يقال أن الخاصية الكيفية للقضية quality هي التأكيد أو الإيجاب affirmative. إذن القضايا من نوع A كاف ميم كل سين هو صاد، والقضايا من نوع I جيم ميم بعض سين هو صاد، الخاصية الكيفية لكليهما هي التأكيد أو الإيجاب، أو إن نفي الإدعاء علاقة تضمينية ما بين فئتين سواء بصورة كلية أو جزئية، في تلك الحالة يقال إن الخاصية الكيفية للقضية هي النفي أو السلب negative. إذن القضايا من نوع E كاف سين لا يوجد أي سين هو صاد، والقضايا من نوع O جيم سين بعض سين ليس صاد، الخاصية الكيفية لكليهما هي النفي أو السلب. كل قضية حملية كما هو بديهي بالنسبة لك تمتلك خاصية كيفية واحدة إما إيجاب أو سلب، وبنفس الصورة كل قضية حملية في صورتها القياسية لها خاصية كمية quantity واحدة فقط، إن كانت القضية تشير إلى كافة عناصر فئة الموضوع في تلك الحالة يقال أن الخاصية الكمية للقضية عامة أو كلية universal، وبالتالي القضايا التصنيفية من نوع A كاف ميم والقضايا من نوع E كاف سين تمتلك خاصية كمية عامة أو كلية. لكن لو كانت القضايا تشير إلى بعض عناصر فئة الموضوع في تلك الحالة الخاصية الكمية للقضية تكون جزئية particular، وبالتالي القضايا من نوع I جيم ميم والقضايا من نوع O جيم سين يمتلك خاصية كمية جزئية.
الخاصية الكمية في الشكل القياسي للقضايا الحملية يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال الكلمات المفتاحية كل، ليس، إلى آخره، التي تشير للقضايا العامة أو الكلية، وبعض تشير إلى القضايا المحددة. إذن كل قضية حملية لها خاصية كيفية واحدة إما إيجاب أو سلب، وخاصية كمية واحدة إما كلية أو جزئية. وبالتالي ظهرت الأنواع الأربعة التي وضعها أرسطو تصنيفه للقضايا الحملية. بين فئة الموضوع وفئة الإسناد أو المحمول في كل قضية حملية في شكلها القياسي يوجد رابط لغوي، مثلا كل سين هو صاد، في تلك الحالة الرابط هو، يطلق على هذا المعامل الرابط كوبلا. معامل الربط قد يظهر في صور وأشكال عديدة حسب سياق الجملة، مثلا بعض الملوك كانوا سفاحين، كانوا في تلك الحالة هي معامل الرب. هناك خاصية هامة جدا في القضايا الحملية وهي خاصية التوزيع distribution. القضية توزع فئة ما إذا أشارت إلى كافة عناصر تلك الفئة. على سبيل المثال كل السياسيين بشر، معامل الكم كل في تلك الحالة يشير إلى كل عناصر فئة الموضوع السياسيين، لكنه لا يشير إلى عناصر فئة البشر، أي إن القضية تؤكد أن كل السياسيين من البشر، لكن لا تقر أي شيء حول الاتجاه المعاكس للقضية وهو أن كل عناصر فئة البشر من السياسيين، أي إن القضية وزعت فئة السياسيين على فئة البشر وليس العكس. في قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم فئة الموضوع يتم توزيعها، لكن فئة الإسناد أو المحمول لا يتم توزيعها. وفي قضايا الكلية السلبية E كاف سين مثلا لا يوجد كاتب جاهل، فئة الموضوع الكاتب تم توزيعها لأن فئة الكاتب بالكامل تم استبعادها من فئة الجهل. لكن أيضا فئة الجهلاء تم استبعاد كافة عناصرها بالكامل من فئة الكتاب، أي إن لا يوجد جاهل هو أيضا كاتب والعكس بالعكس. إذن على النقيض من القضايا الكلية الموجبة، قضايا الكلية السالبة توزع كلا من فئة الموضوع والمحمول في كلا الاتجاهين. وفي قضايا الجزئية الموجبة I أو G ميم مثلا بعض الجنود خونة، التأكيد لم يتم صنعه حول كل الجنود، وأيضا لم نصنع أي تأكيد حول كل الخونة، أي إن القضية لا تدعي شيء حول كل جندي أو كل خائن، أي أن الفئتين لم يتم تأكيدهم أو استبعادهم بشكل عام أو كلي من بعضهم البعض. وبالتالي يقال أن في القضايا الجزئية الموجبة كل من فئة الموضوع وفئة المحمول غير قبل للتوزيع undistributed. أخيرا قضايا الجزئية السالبة أو جيم سين مثلا بعض الكلاب ليست أليفة، فيها القضية لا تدعي شيء حول كل الكلاب، فقط بعض الكلاب أو بعض عناصر فئة الموضوع، أي تدعي أن هذا الجزء المحدد من فئة الكلاب يستبعد من فئة كل الكائنات الأليفة، لكن القضية تدعي أن كافة عناصر فئة المحمول تستبعد بالكامل من الجزء المحدد من فئة الموضوع، أي أن لا توجد كائنات أليفة في هذا الجزء من فئة الكلاب. وبالتالي قضايا الجزئية السلبية فيها فئة الموضوع غير قابلة للتوزيع، لكن فئة المحمول موزعة. إذن كل من قضايا الكلية الموجبة والسلبية توزع فئة الموضوع، لكن قضايا الإيجاب والسلب الجزئي لا توزع فئة الموضوع. أي بصورة أخرى، المعامل الكمي quantity في القضية يحدد إن كانت فئة الموضوع سيتم توزيعها أم لا. وبنفس الصورة قضايا الكلية الموجبة والجزئية لا توزع فئة المحمول، في حين إن كل من قضايا السلب الكلي والجزئي يوزع فئة المحمول. إذن معامل الكيف quality يحدد إن كانت فئة الموضوع قبل للتوزيع أم لا. بتبسيط غير مخل، قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم
توزع فقط فئة المحمول. قضايا الكلية السالبة E كاف سين توزع كلا من فئة الموضوع والمحمول، وقضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم لا توزع أي من الفئتين، وأخيرا قضايا الجزئية السالبة O جيم سين توزع فقط فئة المحمول. انظر الشكل المرافق. فهم هذه الخواص وتأثيرها على صور القضايا الحملية القياسية سيصبح جوهري عند تقييم وتحليل حجج القياس المنطقي. مربع أرسطو The Traditional Square of Opposition، الاستدلال هو الموضوع الرئيسي في الدراسات المنطقية. في المنطق الكلاسيكي الذي بدأ على إيد أرسطو ولذا يطلق عليه المنطق الأرسطي، اهتم في أرسطو بصورتين أساسيتين من الاستدلال: المباشر والاستدلال غير مباشر. القضايا الحملية في صورتها النموذجية رأينا أن لها شقين أو فئتين للقضية، فئة الموضوع وفئة المحمول. الفئتين قد يختلف من قضية لأخرى في الكيف أو الكم أو كليهما. مثلا هناك قضايا كلية موجبة وأخرى كلية سالبة، وهناك قضايا جزئية موجبة وأخرى جزئية سالبة. الاصطلاح التقني الذي يطلق على هذا الاختلاف بين القضايا يطلق عليه التقابل opposition. عملية التشريح التي قمنا بها منذ قليل لمكونات ومعاملات القضايا التصنيفية ستصبح هامة جدا الآن عند محاولة فهم صور هذا التقابل بين القضايا وتحويل عملية البحث عن الحقيقة إلى معادلة رياضية يقينية. في عملية الاستدلال المباشر نبحث عن كيفية استنتاج صدق أو كذب قضية من خلال معرفتنا بحقيقة قضية أخرى متفقة أو مختلفة معها كمًا كيفًا أو كليهما. هذه العلاقة بين القضيتين يتم صياغتها وفق مجموعة من القوانين. هناك عدة صور من التقابل في القضايا الحملية ترتبط بشكل وثيق مع حقيقة القضية محل الدراسة. النوع الأول التقابل بالتضاد contraries، قضيتين يقال أنهما متضادتين إن كان من غير الممكن أن تكون كليهما صحيح، أي إن حقيقة إحداهما تستتبع خطأ الأخرى. مثلا فريق الأهلي سيكسب المباراة القادمة مع الزمالك، قضية في حال التضاد مع القضية الأخرى فريق الزمالك سيكسب المباراة القادمة مع الأهلي. طبعا إن كانت القضيتين يشير إلى نفس المباراة، لو كانت إحداهما صحيحة لابد أن تكون الثانية خاطئة، لكن قضيتين لا يوجد بينهما تناقض contradiction، لأن المباراة قد تنتهي بالتعادل وفي تلك الحالة كلا القضيتين يصبحا خاطئتين. في التضاد contrary كلا القضيتين لا يمكن أن يكون صحيحتين في نفس الوقت، لكن على العكس من التناقض contradiction القضيتين قد يكون خاطئتين في نفس الوقت. في قواعد تحليل المنطق الأرسطي أو الكلاسيكي عادة ما تم النظر إلى القضايا العامة أو الكلية على إنها في حال التضاد، الكلية الموجبة A كاف ميم والكلية السلبية E كاف سين المشتركتين في فئة الموضوع وفئة المحمول لهما نفس معامل الكم الكلي لكن يختلف في معامل الكيف، أحدهما إيجاب والآخر سلب. مثلا كل المغنيين عاطفيين في مقابل لا يوجد مغني عاطفي، لا يمكن أن يكون صحيحتين في نفس الوقت، لكن كليهما من الممكن أن يكون خاطئتين وفي تلك الحالة يعتبر متضادتين. لكن هذا التحليل الأرسطي تشوب بعض الإشكاليات سنناقشها بعد قليل. أحد الإشكاليات التي واجهها هذا التحليل عندما تكون حقيقة إحدى القضيتين حقيقة ضرورية أو حقيقة منطقية أو رياضية، مثلا كل المربعات مستطيلات في مقابل لا توجد مربعات من الدوائر. في تلك الحالة ادعاء أن قضية الكلية الموجبة A كاف ميم وقضية الكلية السلبية E كاف سين متضادتين لا يمكن أن يكون صحيحتين، لأن حقيقة ضرورية لا يوجد أي احتمال أن تكون خاطئة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي قضية مضادة لها.
لو الفكرة غريبة عليك فكر في المربعات التي ليست دوائر، جملة حقيقتها ضرورية لا يمكن أن تكون خاطئة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي قضية أخرى مضادة لها. القضايا التي حقيقتها أو خطأها ليس ضروريا يطلق عليها المشروطات contingent. ولهذا في التحليل الأرسطي يتم اعتبار أن القضايا المتضادة قضايا مشروطة، أي إن حقيقتها ليست ضرورية. النوع الثاني التقابل بالتناقض contradictories، قضيتين يعد متقابلتين بالتناقض إن كانت إحداهما تنفي الأخرى، أي إن كان من المستحيل أن يكون كلاهما صحيحتين أو خاطئتين في نفس الوقت، قضيتين حول نفس فئة الموضوع المحمول ولكن يختلف في كل من الكيف والكم، هو صورة من صور التقابل بالتناقض، أي إن القضايا الكلية الموجبة A كاف ميم مثلا كل القضاة درسوا القانون، والقضايا الجزئية السلبية O جيم سين بعض القضاة لم يدرسوا القانون، يعد قضيتان متقابلتين بالتناقض، أي إن لا يمكن أن يكون صحيحتين في نفس الوقت. هذا لأن هناك اختلاف في معامل الكيف بينهما، أحدهما إيجاب والآخر سلب، وهناك أيضا اختلاف في معامل الكم، أحدهما كلية عامة والأخرى جزئية محددة. إذن لابد أن إحداهما صحيحة والأخرى خاطئة. وبنفس الصورة قضايا الكلية الموجبة E كاف سين وقضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم يعد تقابل بالتناقض، لا يوجد سين هو صاد في مقابل بعض سين هو صاد. وبنفس الصورة قضايا الكلية السلبية E كاف سين وقضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم يعد تقابل بالتناقض، لا يوجد سين هو صاد في مقابل بعض سين هو صاد. النوع الثالث التقابل بالدخول تحت التضاد subcontraries، قضيتان يقال أنهما حالة تقابل بالدخول تحت التضاد، لو كان من غير الممكن أن يكون خاطئتين لكن من الجائز أن يكون صحيحتين في نفس الوقت. التحليل الأرسطي الكلاسيكي القضايا الجزئية الموجبة والسالبة في حالة تقابل بالدخول تحت التضاد، لهما نفس الموضوع والمحمول ونفس الكمية لكن يختلف في معامل الكيف، أحدهما موجب يؤكد والآخر سالب ينفي، مثلا قضية جزئية موجبة I جيم ميم قد تكون بعض الماس من الأحجار الكريمة، وقضية جزئية سالبة O جيم سين قد تكون بعض الماس ليس من الأحجار الكريمة. كلا الجملتين من الممكن أن يكون صحيحتين لكن من غير الممكن أن يكون خاطئتين في نفس الوقت، ولهذا يطلق عليهم تقابل بالدخول تحت التضاد. وبنفس الصورة في حالة التقابل بالتناقض هناك بعض الصعوبات المنطقية التي تظهر في هذا التحليل، لو كانت القضايا من نوع I أو O خاطئة بالضرورة مثلا بعض المربعات دوائر أو بعض المربعات ليست مستطيلات لا يمكن أن يكون هناك تقابل بالدخول تحت التضاد مع تلك القضايا، لأن قضيتين في حالة تقابل بالدخول تحت التضاد من الممكن أن يكون صحيحتين لكن لو كلا القضيتين خاطئتين بالضرورة إذن من المستحيل أن يكون كليهما صحيحتين في نفس الوقت. إذن بنفس الصورة السابقة التقابل بالدخول تحت التضاد من الممكن أن يحدث فقط طبقا للتحليل الأرسطي الكلاسيكي بين القضايا المشروطة وليست الضرورية. النوع الرابع التقابل بالتداخل subalternation، عندما يكون هناك قضيتين أو لنفس فئة الموضوع وفئة المحمول يتفق في معامل الكيف، أي كلاهما موجب أو سالب لكن يختلف في الكمية، أحدهما كلية والأخرى جزئية، في تلك الحالة يطلق عليهم القضايا المتداخلة corresponding propositions. هذا أيضا يصنف كنوع من أنواع التقابل opposition، بالرغم من أنه لا يوجد تعارض بالمعنى الحرفي لكنه تصنيفي في تلك الحالة. لهذا قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم كل الحشرات تطير تقابلها بالتداخل قضية جزئية موجبة I
جيم ميم بعض الحشرات تطير. وبنفس الصورة قضايا الكلية السالبة إي كاف سين لا يوجد حيتان من الأسماك تقابلها بالتداخل جملة جزئية سالبة أو جيم سين بعض الحيتان ليست من الأسماك. هذا التقابل بالتداخل بين القضايا الكلية ومقابلتها من القضايا الجزئية يعرف بالتقابل بالتداخل Subalternation. في هذا النوع من التقابل القضية الكلية يطلق عليها البدل Superaltern، والقضية المحددة أو الجزئية يطلق عليها تابع البدل Subaltern. حقيقة البدل تدل على حقيقة تابع البدل. مثلا من قضية كلية موجبة كل الطيور لديها ريش، بدل يدل على حقيقة تابع البدل القضية الجزئية الموجبة بعض الطيور لديها ريش. وقضية كلية سالبة لا توجد حيتان من الأسماك، بدل يدل على حقيقة تابع البدل قضية جزئية سالبة بعض الحيتان ليست من الأسماك. لكن العكس غير صحيح، أي إن حقيقة تابع البدل أو القضايا الجزئية لا تدل على حقيقة البدل نفسه أي القضايا الكلية. مثلاً بعض الحيوانات كلاب لا يتبع منها أن كل الحيوانات كلاب، وفي حالة النفي بعض الحيوانات ليست كلاب لا تدل على حقيقة لا يوجد حيوانات من الكلاب. إذن هناك 4 طرق مختلفة من الممكن أن يحدث بها التقابل بين القضايا الحملية: التناقض contradictories، التضاد contraries، الدخول تحت التضاد subcontraries، والتداخل subalternation. علماء المنطق وضعوا هذه العلاقات في مخطط يطلق عليه مربع التقابل The Square of Opposition، وعرف تاريخيا بمربع أرسطو. انظر الشكل المرافق. العلاقات بين القضايا في هذا المخطط لمئات السنين اعتقد المنطقيين أنها كافية تشكيل الأساس المنطقي تأكد من صلاحية الحجج المنطقية، لأن هناك استدلالات فورية من الممكن أن نصل إليها بمجرد تطبيق قواعد مربع التقابل. مثلا في حالة قضية كلية موجبة A كاف ميم، من الممكن أن نستدل بشكل مباشر أن قضية جزئية سالبة O جيم سين لابد أن تكون خاطئة، والقضية الجزئية الموجبة جيم ميم لابد أن تكون صحيحة، وهكذا. أي إن بداية بحقيقة أو خطأ أي من القضايا الحملية في صورتها القياسية، حقيقة أو خطأ بعض أو كل الصور الأخرى من الممكن أن يستدل عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. مثلا قضية كلية موجبة A كاف ميم حقيقية تدل على أن القضية الكلية السالبة E كاف سين المقابلة لها لابد أن تكون خطأ، وقضية جزئية موجبة I جيم ميم صحيحة لابد أن تدل على خطأ القضية الجزئية السالبة المقابلة لها O جيم سين. انظر الجدول المرافق. صور أخرى للاستدلال المباشر Further Immediate Inference. التقابل ليس الصورة الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستدلال على حقيقة القضايا الحملية بشكل مباشر من قضية أخرى، لكن هناك خواص أخرى تقع تحت نظرية الاستدلال المباشر. تأمل القضية التالية: لا توجد كلاب قطط. القضية ببساطة تدعي أن لا يوجد أي تقاطع بين فئة الكلاب وفئة القطط، أي إن فئة الكلاب منفصلة ومستقلة تماما عن فئة القطط. الآن تأمل هذه القضية: لا توجد قطط كلاب. هذه القضية تصنع نفس الإدعاء، وبالتالي الجملتين لهم نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة. الآن تأمل هذه الجملة: بعض الكلاب ليست مهجنة. هذه الجملة تدعي أن هناك على الأقل كلب واحد يقع خارج فئة الكلاب المهجنة، أي أنه أصيل المنشأ. وجملة بعض الكلاب أصيلة المنشأ تدعي نفس الحقيقة لكن بصورة أخرى. إذن نفس الفكرة، قضيتين لهم نفس المعنى وقيمة الحقيقة. هناك عمليات استدلالية من الممكن أن نجربها على القضايا قد تقود أو لا تقود إلى قضية أخرى لها نفس المعنى وقيمة الحقيقة للقضية الأصلية. أولاً العكس المستوي conversion هي أبسط تلك العمليات، وهو عملية نقوم فيها بعكس فئة الموضوع
مع فئة المحمول. مثلا لا يوجد رجال ملائكة، نحولها إلى لا يوجد ملائكة رجال. هذه القضايا من الممكن أن يستدل على صلاحيتها من بعضها البعض. مثلا في جملة لا توجد كلاب من البرمائيات، لو طبقنا عليها عملية العكس المستوي تصبح لا توجد برمائيات من الكلاب. الجملة الناتجة يطلق عليها عكس converse للقضية الأولى. عند تطبيق العكس المستوي على الصور الأربعة النموذجية للقضايا الحملية نحصل على الآتي: 1. كل سين هو صاد، عكسها هو كل صاد هو سين. 2. لا توجد سين هي صاد، عكسها هو لا توجد صاد هي سين. 3. بعض سين هو صاد، عكسها هو بعض صاد هو سين. 4. بعض سين ليس صاد، عكسها هو بعض صاد ليس سين. انظر الشكل المرافق. لو تأملت الشكل المرافق لمخطط فين في حالة الكلية السالبة E كاف سين، ستلاحظ أن المخطط متطابق مع حالة العكس المستوي من الأصل. منطقة التقاطع مظللة بين الدائرتين، أي إن الجملة وعكسها متطابقتين منطقياً، logically equivalent، أي إن لهم نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة. وبنفس الصورة ستجد مخططات فين في قضايا الجزئية الموجبة I G M متطابقة، علامة X في منطقة التقاطع بين الدائرتين، أي إن الجملتين متطابقتين منطقياً من حيث المعنى وقيمة الحقيقة. إذن تطبيق عملية العكس المستوي على قضية كلية سالبة كاف سين أو جزئية موجبة جيم ميم دائماً ما سينتج جملة لها نفس قيمة الحقيقة أو مكافأة منطقياً. لكن على النقيض، مخططات فين لقضايا الكلية الموجبة A كاف ميم واضح جداً إنه غير متطابق مع مخطط القضية الناتجة من العكس المستوي. وكذلك مخطط فين لقضايا الجزئية السالبة O جيم سين غير متطابق مع مخطط القضية الناتجة من عملية العكس المستوي، أي إن قضية الكلية الموجبة وعكسها غير مرتبطتين منطقياً بقيمة الحقيقة، وكذلك قضية الجزئية السالبة وعكسها. بصورة أبسط، عكس قضايا A أو O سينتج قضايا جديدة تماماً قيمة حقيقتها غير محددة من خلال علاقتها بالقضايا الأساسية التي تم العكس منها. هذه القضايا الناتجة عند التحويل لها قيمة حقيقة طبعاً، لكن المنطق وحده غير كافي للتعرف على تلك القيمة. هذه الفكرة هامة جداً. إن كانت قضايا الكلية السالبة E كاف سين وقضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم عكسها ينطق قضايا حقيقتها مؤكدة منطقياً بشكل ضروري، إذن من الممكن بناء استدلالات مباشرة على تلك القضايا. مثلاً لا يوجد سين هو صاد، إذن لا يوجد صاد هو سين. أو بعض سين هو صاد، إذن بعض صاد هو سين. وبما إن النتيجة لهذه الاستدلالات حقيقية ضرورياً، أي إن قيمة حقيقتها مطابقة للمقدمة، إذن لو كانت المقدمات صحيحة لابد أن تكون النتائج صحيحة. لكن على الجانب الآخر، هذا النوع من الاستدلال خاطئ في حالة قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم وقضايا الجزئية السالبة O جيم سين. مثلا كل سين هو صاد، إذن كل صاد هو سين. أو بعض سين ليس صاد، إذن بعض صاد ليس سين. هذه الاستدلالات يقال أنها ارتكبت مغالطة العكس الغير مشروع illicit conversion، لأن قيمة الحقيقة للنتيجة ليست ضرورية منطقية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليها بشكل مباشر. على سبيل المثال، كل القطط من الحيوانات، إذن كل الحيوانات من القطط. أو بعض الحيوانات ليست كلاب، إذن بعض الكلاب ليست حيوانات. أرجو أن يكون من الواضح بالنسبة لك لماذا هذه الجدليات الخاطئة ارتكبت مغالطة العكس الغير مشروع. الاستدلال بنقد المحمول، التغير، Obversion. قبل ما أطرح عليك النوع الثاني من عمليات الاستدلال المباشر، هناك فكرة منطقية رياضية مهمة جداً حول الفئات تعرف بالفئة المكملة Complementary Class.
الفئة كما رأينا هي مجموعة من العناصر أو الأشياء التي تشترك في مجموعة من الخواص المشتركة المحددة. ارجع لحلقة المعنى والمنطق. هذه الخواص المشتركة يطلق عليها السمات المميزة للفئة Class Defining Characteristics. مثلا فئة البشر هي مجموعة كل العناصر التي تشترك سمات مميزة للبشر. كل فئة لها فئة أخرى مكملة تعرف بالفئة المكملة Complementary، وهي مجموعة كل العناصر أو الأشياء التي لا تنتمي للفئة الأصلية. أي إن الفئة المكملة لفئة البشر هي مجموعة العناصر التي ليست من البشر. السمات المميزة للفئة المكملة هي نفي الصفات المميزة للفئة الأصلية. أي إن الفئة المكملة للبشر هي العناصر التي تشترك في نفي الصفات البشرية، الحيوانات، السيارات، الجبال، الفواكه إلى آخره، لكن ليست فئة الأطباء لأن الأطباء من البشر. في المنطق عادة ما يضاف معامل نفي أمام رمز الفئة للإشارة لأنها فئة مكملة. مثلا الفئة سين مكملها هو ليس سين أو غير سين. العلاقة بين الفئة والفئة المكملة من الممكن تمثيلها بمخططات فان في صورة دائرة للفئة، وكل شيء خارج الدائرة هو مكمل الفئة. انظر الشكل المرافق. هذه المقدمة مهمة لفهم النوع الثاني من عمليات الاستدلال المباشر، وهو نقد المحمول أو التغير Obversion. وهو نوع من الاستدلال المباشر من السهل فهمه بمجرد فهم فكرة المكملات. عملية التغير أكثر تعقيدا من عملية العكس المستوي، وتتم في خطوتين. واحد، نقوم بتغيير معامل الكيف quality لفئة الموضوع دون تغيير معامل الكم quantity. مثلا لا يوجد سين هو صاد، تصبح كل سين هو صاد، أو بعض سين هو صاد، تصبح بعض سين ليس صاد. اثنين، نستبدل فئة الإسناد أو المحمول بالفئة المكملة لها. على سبيل المثال كل الأحصنة من الحيوانات، بتطبيق عملية التغير على القضية السابقة ننتج هذه القضية: لا توجد أحصنة من غير الحيوانات، أي لا توجد أحصنة ليست من فئة الحيوانات. أو بعض الأشجار من الصنوبر، بتطبيق عملية التغير تصبح بعض الأشجار ليست من غير الصنوبر. القضية الناتجة تكافئ القضية الأصلية، ولكنها أصبحت في صورة نفي مزدوج، صورته لا غير. والقاعدة المنطقية الرياضية البسيطة هي نفي النفي إثبات، أي أن عملية الاستدلالية المنطقية قادتنا مرة أخرى إلى قضيتنا الأصلية. صور القضايا الحملية الأربعة تتغير كالآتي: واحد، قضية كلية موجبة كاف ميم كل سين هو صاد، تتغير إلى قضية كلية سالبة كاف سين لا يوجد سين هو غير صاد. مثلا كل المواطنين من الناخبين، تتغير إلى لا يوجد مواطنين من غير الناخبين. هاتين القضيتين متكافئتين منطقيا، ويمكن اشتقاقهم من بعضهم البعض. الخطوات بسيطة: غيرنا معامل الكيف من إيجاب لسلب، واستبدلنا فئة المحمول اللي هي فئة الناخبين بالفئة المكملة اللي هي فئة غير الناخبين، ثم عكسنا موضع الفئتين. اثنين، قضية كلية سالبة كاف سين لا يوجد سين هو صاد، تتغير إلى كلية موجبة كاف ميم كل سين هو غير صاد. مثلا لا يوجد أطفال متزوجين، تتغير إلى كل الأطفال غير متزوجين. ثلاثة، قضية جزئية موجبة جيم ميم بعض سين هو صاد، تتغير إلى جزئية سالبة جيم سين بعض سين هو ليس غير صاد. مثلا بعض المعادن من ناقلات الحرارة، تتغير إلى بعض المعادن ليست من غير ناقلات الحرارة. أربعة، قضية جزئية سالبة جيم سين بعض سين هو ليس صاد، تتغير إلى جزئية موجبة جيم ميم بعض سين هو غير صاد. مثلا بعض الدول ليست محاربة، تتغير إلى بعض الدول هي من غير المحاربين. لو تأملت الشكل المرافق لمخططات فان، ستجد أن كل زوج من القضايا وتغيرها
المخطط متطابق تماما، أي إن كل القضايا الأربعة متطابقة منطقيا مع القضايا الناتجة عند تطبيق عملية التغير عليها، أي إن لها نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة. لو قمت بتغيير قضية كلية موجبة A كاف ميم وكانت لها قيمة حقيقة صواب، إذن الجملة الناتجة أيضا لابد أن يكون لها نفس قيمة الحقيقة، أي أنها أيضا صواب، وهكذا. وأكيد ستكون قادر على تصور عملية تغير المتغير، أي إن لو هناك قضية هي تغير قضية أصلية وقمت بتطبيق التغير مرة أخرى عليها، القضية الناتجة ستصبح الجملة الأصلية مرة أخرى، أو نفي النفي إثبات. مثلا تغير جملة كل الأحصنة من الحيوانات هي لا توجد أحصنة من غير الحيوانات. لو حاولت تطبيق التغير مرة أخرى على الجملة الناتجة، أولا سنغير معامل الكيف لفئة الموضوع، إذن لا ستستبدل بكل، وسنغير فئة المحمول أو الإسناد بمكملتها، وفي تلك الحالة مكمل فئة غير الحيوانات هي الحيوانات، إذن سنحصل على كل الأحصنة من الحيوانات، أي إنك ستحصل على الجملة الأصلية مرة أخرى. الاستدلال بالتعارض contraposition. الصورة الأخرى من عمليات الاستدلال المباشر هي التعارض، وتتم على خطوتين: واحد، استبدال فئة الموضوع بفئة المحمول، 2، تغيير فئة الموضوع بالفئة المكملة وفئة المحمول بالفئة المكملة لها. مثلا كل الحمام من الطيور، لو طبقنا عليها عملية التعارض نحصل على كل غير الطيور من غير الحمام. الجملة الناتجة يطلق عليها الجملة المعارضة contrapositive. التعارض contraposition يمكن الوصول إليه من خلال نوعي الاستدلال السابقين: العكس المستوي conversion والتغير obversion. مثلا قضية كلية موجبة A كاف ميم، تعارضها سيكون أيضا قضية كلية موجبة A كاف ميم، وقضية كلية سالبة O كاف سين، تعارضها أيضا سيكون قضية كلية سالبة O كاف سين، وهكذا. مثلا كل المواطنين ناخبين، تعارضها هو كل غير الناخبين هم غير مواطنين. هذين القضيتين متكافئتين منطقيا، التعارضات صالحة وسليمة منطقيا، ويمكن الاستدلال عليها من القضايا الأصلية. لو بدأنا بكل سين هو صاد، نعكسها إلى لا يوجد سين هو صاد، ونغيرها إلى لا يوجد غير صاد هو سين، الذي من الممكن أن نغيرها إلى كل ما هو ليس صاد ليس سين، أي إن تعارض أي قضية تأكيد عام هو تغيير انعكاس تغير القضية الأصلية، obverse of the converse of the obverse. عارف إن عمليات الاستدلال أصبحت معقدة، ودي الفكرة اللي حاولت الإشارة لها في بداية الحلقة. من المنظومة البسيطة للقضايا الحملية التي بدأنا بها صنعنا منظومة كاملة لتحليل القضايا وحقيقة جملها، والاستدلال من قضية إلى أخرى باستخدام قواعد منطقية صارمة تكاد تكافئ المعادلات الرياضية. وهذه هي قوة منظومة المنطق الأرسطي التي جعلته لبنة أساسية في علم المنطق لآلاف السنين. على أي حال، إن كنت باحث أو دارس لعلم المنطق، من المهم أن تكون على دراية بقواعد وقوانين الاستدلال في المنطق الكلاسيكي. لكن بالنسبة للهواة، من الكافي أن تدرك أن هناك صور منطقية رياضية للاستدلال على القضايا الحملية بناء على قضايا حملية أخرى، تشكل منظومة قواعد المنطق الأرسطي الكلاسيكي. إذن التعارض أحد صور الاستدلال الصحيح لقضايا الكلية الموجبة كاف ميم، وهي أيضا صورة صحيحة في الاستدلال المباشر لو طبقناها على قضايا الجزئية السالبة O جيم سين. بالرغم من أن القضية الناتجة سيكون تركيبها اللغوي غريب، إلا أنها صحيحة منطقيا. مثلا بعض الطلبة ليسوا مثاليين، قضية التعارض المكافأة هي بعض الغير مثاليين ليسوا من غير الطلبة، القضية المكافئة للقضية الأولى. لكن التعارض استدلال غير صحيح حالة الجزئية الموجبة I جيم ميم. مثلا بعض المواطنين هم من غير السياسيين. لو حاولنا الاستدلال على التعارض ستكون الصورة كالآتي:
بعض السياسيين ليسوا من غير المواطنين، الجملة الغريبة بكل تأكيد، ونفس الاستدلال لا يمكن تطبيقه على قضايا الكلية السالبة إي كاف سين. إذن الصور الأربعة التي يمكن أن يكون عليها الاستدلال بالتعارض contraposition: 1. قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم كل سين هو صاد، تعارضها هو كل غير صاد هو غير سين. 2. قضايا الكلية السالبة E كاف سين لا يوجد سين هو صاد، الاستدلال بالتعارض غير صحيح في تلك الحالة. 3. قضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم بعد سين هو صاد، الاستدلال بالتعارض غير صحيح أيضا في تلك الحالة. 4. وأخيرا قضايا الجزئية السالبة جيم سين بعد سين ليس صاد، الاستدلال بالتعارض هو بعد غير صاد هو غير سين. انظر الشكل المرافق. لو تأملت مخططات فين الناتجة ستجد أن قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم متطابقة مع تعارضها، وقضايا الجزئية السالبة O جيم سين أيضا متطابقة مع تعارضها. إذن تعارض الكلية الموجبة والجزئية السالبة لهم نفس قيمة الحقيقة، أي لهم نفس المعنى أو متطابقتين منطقيا، على العكس من قضايا الكلية السالبة E كاف سين والجزئية الموجبة I جيم ميم. مخططات فين لقضايا التعارض الناتجة لهم غير متشابهة مع المخطط الأصلي، إذن قيمة الحقيقة لتعارض تلك القضايا غير محددة منطقيا، أي لا يمكن الاستدلال على قيمة حقيقة الجملة المتعارضة بمعرفة قيمة الحقيقة للجملة الأصلية. تأمل المثال التالي: 1. لا توجد كلاب هي قطط. 2. إذن لا توجد غير قطط هي غير كلاب. المقدمة حقيقية حيث لا توجد كلاب في نفس الوقت هي قطط. النتيجة لا يمكن التأكد من صحتها منطقيا بمعرفة حقيقة المقدمة، لأن المقدمة قضية كلية سالبة E كاف سين، والنتيجة هي تعارض تلك الجملة التي لا يمكن الاستدلال على حقيقتها بمعرفة حقيقة المقدمة. وبالتالي لابد أن نحلل قضية النتيجة بشكل مستقل. كائن غير قطة قد يكون الحمار مثلا، وكائن غير كلب قد يكون الحمار أيضا. إذن لو استبدلنا الفئتين بالحمار تصبح جملة النتيجة لا يوجد حمار هو حمار، الجملة غير صحيحة بالقطع، لا يوجد سين هو سين، جملة تخل بأحد قوانين المنطق الثلاثة، إذن تصبح الحجة ككل غير صالحة. عادة عند محاولة الإجابة على أسئلة حول العلاقات بين القضايا نلجأ إلى الاستدلالات المباشرة التي يمكن أن نطبقها على تلك القضايا كي نحصل على صورة صحيحة أخرى لها تساعدنا على الوصول إلى الإجابة. مثلا كل الجراحين أطباء، هذه القضية حقيقية، كيف من الممكن أن تساعدنا هذه القضية بالتأكد من حقيقة قضية أخرى، مثلا لا يوجد غير جراحين ليسوا غير أطباء؟ بالرغم من غرابة الجملة لغويا إلا إنها قضية من الممكن أن تطرح منطقيا. الصيغة اللغوية الأسهل قد تكون لا يوجد من هم ليسوا جراحين ليسوا من غير الأطباء. من الممكن أن نستخدم صورة الاستدلال المباشر للتأكد من حقيقة تلك القضية. أولا من الممكن أن نصل إلى القضية المعارضة المقابلة، كل غير الأطباء هم غير جراحين. ثانيا باستخدام التغير من الممكن أن نشتق بعض الغير جراحين هم غير أطباء، لكن هذه القضية مناقضة للقضية محل السؤال، وهي لا يوجد غير جراحين ليسوا غير أطباء، وبالتالي تصبح الجملة غير صحيحة لأننا اشتققنا قضية صحيحة من القضية الأصلية الصحيحة مناقضة للقضية محل السؤال، إذن تصبح القضية محل السؤال غير صحيح. المضمون الوجودي Existential Import. الهدف الأساسي من رحلة بحثنا في القضايا الحملية هو الوصول إلى الدور الذي تلعبه الفرضيات داخل الحجج. قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم وفرضيات الكلية السالبة E كاف سين من الممكن تفسيرها بطريقتين مختلفتين، وطبقا لأحد هذين التفسيرين الحجة صالحة وسليمة valid، لكن طبقا للتفسير الآخر الحجة قد تكون خاطئة. لذلك قبل تقييم الحجج لابد أن نناقش التفسيرين الممكنين للفرضيات الحملية الكلية universal propositions.
في بحثنا سنركز على مفهوم المضمون الوجودي Existential Import. تأمل المثالين الآتي: كل أفلام الممثل أحمد زكي ناجحة، جميع التنانين كائنات مجنحة تبخ النيران. في أي محادثة عادية بين فردين حول القضية الأولى يمكن أن نستنتج أن الممثل أحمد زكي له أفلام، أي أن الجملة ذات مضمون وجودي، أي أنها تدل أو تفترض ضمنيا وجود شيء ما أو كائن ما. لكن على الجانب الآخر، القضية الثانية قد تكون صحيحة، أي أن كل التنانين مجنحة وتبخ النيران حسب تعريف كائن التنين الأسطوري، لكن في نهاية الأمر الكائن مازال أسطوري، أي أن ليس له وجود في الواقع. وبالتالي يظهر تساؤل مهم: هل يجب تفسير الفرضيات الحملية الكلية على أنها تضع فرضيات حول كائنات ذات وجود فعلا في الواقع؟ أم أن نطاق تفسيرها يجب أن يمتد لأوسع من هذا، أي أن لا يجب أن يكون لها مدلول بالضرورة في عالم الواقع؟ في الحقيقة التعامل مع هذا التساؤل، المنطقيين اتخذوا اتجاهين مختلفين. الأب الروحي للمنطق الكلاسيكي أرسطو اعتقد وادعى أن الفرضيات الكلية حول الكائنات والأشياء لابد أن يكون لها مضمون وجودي، أي أنها لابد أن تدل على أشياء أو كائنات ذات وجود فعلا في الواقع. مثلا كل أشجار الصنوبر من القبقب، هذه الفرضية تضمن وجود كائن أشجار الصنوبر، لكن جميع الأشباح كائنات خفية لا تضمن وجود الأشباح، لأن في أفضل صور معرفتنا الموضوعية عن العالم والواقع لا توجد كائنات يطلق عليها الأشباح، على الأقل لا يمكن إثبات هذا من خلال أدلة موضوعية. الرؤية الثانية طورها عالم المنطق الإنجليزي جورج بولي في القرن 19، وأكملها من بعده عالم المنطق والرياضيات الإنجليزي جون فان. ومضمونها ببساطة كما توقع هو أن لا توجد فرضيات كلية ذات مضمون وجودي، هذه الجمل الإدعاءات أو الفرضيات لا تدل أو تدعي أي شيء عن وجود الأشياء أو الكائنات التي تتحدث عنها. مثلا كل شاحنات النقل من السيارات لا تدل على وجود شاحنات نقل، أو كل المزؤوبين وحوش دموية أيضا لا تدل على وجود كائنات المزؤوبين. إذن من الممكن أن نلخص الرؤية الأرسطوطالية في أنها رؤية مفتوحة على الوجود، عندما تتحدث الفرضيات عن أشياء تلك الفرضيات تحمل مضمون وجودي لهذه الأشياء في حالة وجود تلك الأشياء فعلا في الواقع، أي أن الوجود يعد شيء يستدل عليه من خلال الفرضية. على الجانب الآخر، الرؤية البولينية بولين رؤية مغلقة على الوجود، أي أنها لا تستنتج أو تدل فعلا على وجود الأشياء من الفرضيات الكلية حتى وإن كانت فعلا هذه الكائنات موجودة في الواقع. على النقيض، عندما لا توجد الأشياء أو الكائنات فعلا في الواقع، لا الرؤية الأرسطوطالية ولا الرؤية البولينية تعترف بوجود الكائنات في الواقع، وإلا تصبح الفرضيات غير منطقية. وفي تلك الحالة يقال أن الرؤية الأرسطوطالية اتفقت مع الرؤية البولينية. الرؤية الأرسطوطالية تختلف مع الرؤية البولينية فقط في الفرضيات الكلية الموجبة والسالبة، لكنها تتفق مع الرؤية البولينية في الفرضيات الجزئية الموجبة والسالبة. كليهما يؤكد أن الفرضيات تقدم دليل أو تأكيد على وجود ما. مثلا بعض القطط من الحيوانات تؤكد على وجود على الأقل قطة واحدة من الحيوانات، وهذا التفسير مقبول تحت كل من الرؤية الأرسطوطالية والبولينية. وأيضا في مثال بعض الأسماك ليست من الثدييات تؤكد على أن هناك على الأقل سمكة واحدة موجودة ليست من الثدييات، أي أن تحت كل من التفسير الأرسطوطالي والبوليني كلمة بعض تتضمن مفهوم وجودي. هذا الفرق يؤدي إلى فهم الحقيقة المثبتة من خلال الفرضية بصورة مختلفة، أي أنك لو اعتنقت الرؤية الأرسطوطالية لتفسير الفرضيات الحملية الكلية لابد أن تقبل حقيقة تلك الجمل بمضمونها الوجودي كجزء من دليل الحجة. على العكس، لو اعتنقت الرؤية البولينية ستقبل حقيقة الفرضية وتتجاهل المضمون الوجودي لها،
أي إنك غير ملزم بالاعتقاد في وجود كائن التنين في الواقع، بالرغم من قبول فرضية إن كل التنانين كائنات مجنحة. ولأن الرؤية البولينية مغلقة تجاه الواقع، فهي أبسط من الرؤية الأرسطوطالية التي تفترض تبعات وجودية للكائنات المدعاة في الفرضيات. مربع التقابل الحديث Modern Square of Opposition. العلاقة بين أزواج القضايا المتقابلة بشكل تبادلي التي ناقشناها منذ قليل ومثلناها في المخطط المهم جدا بالمنطق الكلاسيكي المعروف بمربع التقابل الحديث Modern Square of Opposition، انظر الشكل المرافق. هذا المخطط قائم على الصورة الكلاسيكية منه المعروفة بمربع أرسطو، لكنه يعتنق المنطق البوليني وتفسيره للقضايا الحملية من حيث المفهوم الوجودي. أهمية هذا المخطط إنه يساعدنا على الاستدلال على حقيقة قضية حملية من خلال قضية أخرى. لو القضيتين بينهما علاقة تناقض contradictory relation، كما في قضايا الكلية الموجبة كاف ميم A وقضايا الجزئية السالبة جيم سين O، أو في حالة قضايا الكلية السالبة كاف سين E وقضايا الجزئية الموجبة جيم ميم I، إذن لو هناك قضية كلية موجبة صحيحة لابد أن قضية الجزئية السالبة المقابلة لها لابد أن تكون خاطئة. وبنفس الصورة، قضية كلية سالبة صحيحة لابد أن قضية الجزئية الموجبة المقابلة لها تكون خاطئة. لكننا لا نستطيع أن نستدل على حقيقة قضية الكلية السالبة المقابلة لقضية الكلية الموجبة مثلاً، لأن قيمة الحقيقة غير محددة منطقياً من خلال العلاقات بين تلك القضايا في مربع التقابل Logically Undetermined Truth Value، أي ببساطة هذه القضيتين غير متقابلتين، إذن لا يمكن الاستدلال على حقيقة واحدة منهم بمعرفة حقيقة الأخرى. ونفس الفكرة يمكن تطبيقها على العلاقة بين قضايا الكلية السالبة كاف سين E وقضايا الجزئية السالبة جيم سين O وهكذا. انظر مخطط مربع التقابل للتعرف على باقي العلاقات الغير محددة منطقية. ودلوقتي سأطرح عليك فكرة غالبا ستكون واحدة من أغرب الأفكار التي سمعتها من قبل. تخيل إن أمامنا أربع قضايا حملية حول كائن ليس له وجود في الواقع، مثلا كائن الحصان المجنح. في حالة قضية كلية موجبة A كاف ميم، نحاول إثبات أن كل الأحصنة المجنحة تنتمي لفئة إسناد أخرى. ستكون قضية صحيحة لأن لا يوجد أي حصان مجنح في الواقع، وبالتالي فعلا كل الأحصنة المجنحة التي هي صفر في تلك الحالة تنتمي لفئة الإسناد. الأمر الصحيح لأن العدد صفر ينتمي لكل الفئات. ونفس الفكرة تنطبق على قضية الكلية السالبة كاف سين E، أيضا ستكون صحيحة لأن لا يوجد أي أحصنة مجنحة، وبالتالي من الصحيح الإدعاء أن لا يوجد أي حصان مجنح جزء من أي فئة إسناد. هذه القضايا يطلق عليها في المنطق الكلاسيكي صحيحة بشكل خاطئ vacuously true. نعم، صحيحة بشكل خاطئ، مصطلح غريب لو بتسمعه للمرة الأولى. هذا لأن قيمة الحقيقة للقضايا نتجت فقط بسبب أن فئة الموضوع الأحصنة المجنحة ليس لها وجود، أي أنها فئة فارغة لا يوجد بها أي عناصر. ده بالإضافة لأن قيمة الحقيقة لتلك القضايا لا تتعارض مع العلاقات الغير محددة منطقيا في مربع التقابل بين القضية A و E، ليس بسبب العلاقة بينهم لكن ببساطة لأن فئة الموضوع فارغة. وبنفس الصورة، خطأ حقيقة القضايا الجزئية في حالة الإيجاب I والسلب O يقال أنها خاطئة بشكل باطل vacuously false. إذن أهمية مخطط مربع التقابل إنه يقدم نتائج ضرورية منطقية، أي إن لا يوجد مفر من صحتها، وبالتالي من الممكن أن نستخدمها للتأكد من صلاحية الحجج. نبدأ بافتراض أن مقدمة الحجة حقيقية، ونضع قيمة حقيقة المقدمة داخل مخطط التعارض. باستخدام المخطط نستدل على قيمة الحقيقة لباقي الفرضيات المقابلة، ومن خلال تلك الحقائق نستنتج قيمة الحقيقة لنتيجة الحجة. لو ظهر أن نتيجة الحجة حقيقية، إذن الحجة صالحة وسليمة.
مثلا بعض الجواسيس غير محترفين في القتل، لذا من الخطأ أن كل الجواسيس محترفين في القتل. حجة من هذا النوع يطلق عليها حجة استدلال مباشر immediate inference، لأن بها مقدمة واحدة فقط بدل من الانتقال من مقدمة أولى إلى مقدمة وسيطة ثم إلى نتيجة، نستدل مباشرة على حقيقة النتيجة من المقدمة. كي نختبر صلاحية تلك الحجة سنبدأ بافتراض أن المقدمة حقيقية. المقدمة هي قضية جزئية سالبة جيم سين أو، ثم نضع قيمة الحقيقة لها في مربع التقابل، ومنه نستدل على قيمة الحقيقة للقضية الحملية المقابلة في تلك الحالة هي قضية الكلية الموجبة كاف ميم A المقابلة لها من خلال علاقة التناقض. قضية الكلية الموجبة لابد أن تكون خاطئة في حالة صحة الجزئية السالبة. نتيجة الحجة تقر بأن من الخطأ أن كل الجواسيس محترفين في القتل، أي إنها تقر بأن التأكيد الكلي خاطئ. إذن النتيجة صحيحة وبالتالي الحجة صالحة. الحجج الصالحة من وجهة النظر البولينية يقال أنها غير مشروطة الصلاحية unconditionally valid، لأنها صالحة سواء كانت المصطلحات المستخدمة فيها تشير إلى كائنات لها وجود في الواقع أم لا. مثال آخر، من الخطأ أن كل الحيوانات كلاب، إذن لا توجد حيوانات من الكلاب. سنبدأ بافتراض أن المقدمة حقيقية. بما أن المقدمة تدعي أن قضية كلية موجبة كاف ميم A خاطئة لأنها تقر بأن من الخطأ أن كل الحيوانات كلاب، سنضع في مربع التقابل خطأ في مكان قضية كاف ميم A، ثم نحاول الاستدلال على قيمة قضية الكلية السالبة كاف سين E لأنها هي القضية الحملية في النتيجة، لا يوجد حيوانات من الكلاب. لكن لو تأملت المخطط لا توجد علاقة تربط الكلية الموجبة والكلية السالبة، إذن قيمة الحقيقة للكلية السالبة كاف سين غير محددة، إذن قيمة الحقيقة لنتيجة الحجة غير محددة، وبالتالي تصبح الحجة غير صالحة invalid. مثال آخر، كل التليفونات الذكية أجهزة لاسلكية، لذا بعض التليفونات الذكية أجهزة لاسلكية. من الممكن أن نستدل على صلاحية تلك الحجة باستخدام مخططات فان. المقدمة ستكون على صورة دائرتين متقاطعتين فيها المنطقة اليسرى من دائرة التلفونات الذكية مخططة، أي إنها فارغة، أي لا يوجد أي تلفونات ذكية ليست لاسلكية. ومخطط النتيجة سيكون على صورة دائرتين متقاطعتين، والمنطقة اليمنى من دائرة التلفونات الذكية منطقة التقاطع بها علامة X، أي إن هناك على الأقل عنصر واحد في تلك المنطقة، أي إن بعض التليفونات الذكية لا سلكية. انظر الشكل المرافق، هذين المخططين على النقيض من بعضهما البعض، أي لا يمكن أن يكون صحيحين في نفس الوقت. إذن الاستدلال من المقدمة على النتيجة غير صحيح، أي إن الحجة غير صالحة. ويمكن أيضا التأكد من صحة هذه النتيجة باستخدام مخطط ساحة التعارض. الحجج من هذا النوع يقال أنها ارتكبت المغالطة الوجودية existential fallacy. المغالطة الوجودية existential fallacy. المغالطة الوجودية تحدث عندما تكون الحجة خاطئة لأن المقدمة تفتقد للمضمون الوجودي existential import. الحجج من هذا النوع عادة ما تكون مقدمتها قضايا كلية ونتائجها قضايا جزئية. المغالطة تحدث لأننا نحاول أن نستدل على نتيجة ذات مضمون وجودي، أي لها تبعات وجودية، في حين أن لا يوجد في الواقع من مقدمة تفتقد لهذا المضمون. في الحقيقة التعرف على المخالطات الوجودية سهل جدا. لو استخدمت مخططات فين، لو ظهر في المخطط جزء من الدائرة مظلل في المقدمة لكن الجزء المعاكس له من نفس الدائرة به علامة X في مخطط النتيجة، إذن الحجة ارتكبت المغالطة الوجودية. مثلا هذه بعض الصور التي من الممكن أن تحدث بها المغالطة، كل سين هو صاد، إذن بعض سين هو صاد، أو من الخطأ أن بعض سين هو صاد، إذن من الخطأ أن لا يوجد سين هو صاد، أو لا يوجد سين هو صاد، إذن من الخطأ أن كل سين هو صاد، أو
من الخطأ إن بعض سين هو صاد، إذن بعض سين هو صاد إلى آخره. لو لاحظت في كل تلك الأمثلة، الحجة تنتقل من قضية كلية لا تحتوي على مضمون وجودي، أي لا تثبت أي شيء عن حقيقة وجود الكائنات في الواقع طبقا للتفسير البوليني، إلى قضية جزئية في النتيجة ذات مضمون وجودي، أي تثبت وجود الكائن في الواقع طبقا للتفسير البوليني. لكن من المهم أن تلاحظ أن ليست كل حجة تحتوي على قضية كلية وقضية جزئية ترتكب المغالطة الوجودية. مثلا كل سين هو صاد، إذن بعض سين ليس صاد. هذه الحجة غير صالحة لأن النتيجة تناقض المقدمة، لكنها لم ترتكب المغالطة الوجودية. إذن كي تعرف إن كانت الحجة ارتكبت المغالطة، لابد من التأكد أن سبب عدم صلاحية الحجة نشأ عن فقدان المضمون الوجودي في المقدمة والاستدلال عليه بالنتيجة، الأمر الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال مخططات فان. جوهر منطق أرسطو، Aristotle's Logic Foundation. جوهر المنطق الكلاسيكي أو منطق أرسطو هو أنواع القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو منظومته المنطقية: القضايا الكلية الموجبة كاف ميم A، القضايا الكلية السالبة كاف سين E، القضايا الجزئية الموجبة جيم ميم I، القضايا الجزئية السالبة جيم سين O. هذه هي القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو كل القواعد المنطقية التي تعرضنا لها. لو لاحظت في تلك القضايا، معامل الكيف والكم دائما يشير إلى فئة الموضوع، لكن الجمل والقضايا قد تحتوي على مزيج من تلك المعاملات المختلفة لكل من فئة الموضوع وفئة المحمول. لكن أرسطو تجنب هذا النوع من الجمل عند بناء منظومته المنطقية عن قصد. مثلا جملة على صيغة كل النقاد أثنوا على بعض أفلام أحمد زكي، أو بعض النقاد أثنوا على كل أفلام أحمد زكي، جمل امتزج فيها صورتي معامل الكم الكلي والجزئي. وهناك صور أكثر تعقيدا، خصوصا إن امتزج فيها صورتي معامل الكيف أيضا بالإيجاب والسلب لكل من فئة الموضوع والإسناد. تأمل مثلا هذه القضايا: لم يستمتع كل النقاد بكل أفلام أحمد زكي، أو بعض النقاد لم يستمتعوا بكل أفلام أحمد زكي، أو بعض النقاد لم يستمتعوا ببعض أفلام أحمد زكي، وأخيرا كل النقاد لم يستمتعوا بكل أفلام أحمد زكي. بتوزيع معامل الكم والكيف على كل من فئة الموضوع وفئة المحمول، نحصل على صور جديدة من القضايا الحملية، بعضها أكثر تعقيدا من الآخر، وبعضها يؤكد نفس الفكرة لكن بصورة مختلفة. سنة 1846 الفيلسوف والمنطقي الأسكتلندي ويليام هاملتون من أدنبرا في مقال بعنوان تحليل جديد للشكل المنطقي New Analytic of Logical Form، طرح 8 صور للقضايا الحملية. هذه الصور كانت كالآتي: 1. كل سين هو كل صاد. 2. كل سين وبعض صاد. 3. بعض سين هو كل صاد. 4. بعض سين وبعض صاد. 5. أي سين هو ليس أي من صاد. 6. أي سين ليس بعض صاد. 7. بعض سين ليس أي من صاد. 8. بعض سين هو ليس أي من صاد. بالرغم أن للوهلة الأولى هذه المنظومة تبدو أكثر اكتمالا من منظومة أرسطو، لأنها تغطي عدد أكبر من القضايا الحملية وتستخدم توزيعات أكثر لكل من معامل الكم والكيف بين فئة الموضوع والإسناد، إلا أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بمنظومة هاملتون المنطقية. وهذه الورقة البحثية قادت إلى الخلاف الشهير بينه وبين الرياضي الإنجليزي أغسطس دي مورغان. أحد نقاط هذا الخلاف كانت حول تعريف هاملتون لمصطلح بعض، الذي رأى أن بعض تعني فقط بعض وليس واحد على الأقل كما اعتقد أرسطو. لكن هل بعض يعني بعض على الأكثر، أم بعض على الأقل، أم البعض وليس البقية إلى آخره؟ دي مورغان أصر على أن تعريف هاملتون لبعض ملتبس وغامض، وجادل في كتابه عن القياس On the Syllogism كالآتي: هنا بعض كمية غامضة تماما باتجاه واحد،
إنها ليست لا شيء ولا واحد على الأقل أو أكثر أو الكل. بعض في الاستخدام اليومي غالباً ما تعني كلاً من ليس لا شيء وأيضاً ليس كل شيء، لكن في المنطق تعني فقط ليس لا شيء. الفيلسوف والمنطقي الأمريكي تشارلز ساندر بيرس اتفق مع دي مورغان وجادل إن بعض يجب أن تعني أكثر من لا شيء. وفي الحقيقة محاولة هاملتون لتطوير المنطق الأرسطي لم يحالفها الحظ وفشلت تماما. تفاصيل منظومة هاملتون المنطقية والخلاف الذي دار حولها تبقى قصة قاصرة على المتخصصين والباحثين، لكن أهميتها تكمن في إظهار سر قوة منظومة منطق أرسطو الكلاسيكية، وهي البساطة التي مكنتها تقريبا أن تبقى دون أي تعديلات جوهرية لأكثر من 2000 عام راسخة. فقط باستخدام 4 أنواع من القضايا أرسطو بنى منظومة كاملة للحجج المنطقية من الممكن أن نعتمد عليها كي نصل إلى حقيقة الحجة، والتي أصبحت تعرف فيما بعد بمنطق القياس سيلوجيزم، الذي دائما ما يقود إلى نتيجة سليمة لكنه أيضا يستخدم للكشف عن الحجج الغير صالحة. ودلوقتي تأمل الصور الأربعة لقضايا المنطق الكلاسيكي. ما هو يا ترى سر قوة وبقاء المنظومة لآلاف السنين؟ هل هي البساطة أم الاتساق؟ وإن كانت الحجة سليمة، هل يعني هذا أن لها مضمون وجودي؟ وإن لم يكن للحجج مضمون وجودي، ما هي طبيعة الحقيقة الناتجة عن الحجة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنعود في الزمن لأكثر من 2000 عام كي نكمل رحلة بحثنا في أعماق المنطق الكلاسيكي، عن أشكال القياس القياسية، طبيعة الحجج القياسية، قواعد القياس والاستدلال التراكمي. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.